طيب خلينا ناخد بقى على التليفون لو تسمح لنا. معانا دكتور محسن سليم، استاذ النحت بكليه فنون جميله جامعه اسيوط. يا دكتور محسن، صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. ومعانا طبعا الاستاذ عصام درويش، الفنان الكبير، وعايزين كده برضو نسمع من حضرتك يعني، ونسالك عن النحت وراي حضرتك ايه في تمثال صالح سليم، وخلينا نعرف برضو الملامح بتاعه ابرز التماثيل اللي ممكن تكون موجوده واللي بتعبر عن رموز لينا كبيره كلنا كمصريين يعني بنقدرها بشكل كبير، واللي اكيد من ابرزها تمثال محمد صلاح اللي حضرتك انتهيت مؤخرا من تمثيله. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك. صديق عزيز ومحك كبير الدكتور محسن. اتفضل يا فندم. صباح الخير عليكم جميعا، وابدا باستاذي وصديقي العزيز دكتور عصام درويش، اللي من الناس اللي انا بعزها جدا وبحترمها جدا وبقدر فنها جدا. صباح الخير بالاستاذ كريم والاستاذ نهوان. اهلا. بدايه يعني احنا محتاجين امثال من الفنانين المحترمين اللي لهم يعني حضور عند الناس. صحيح. بس للأسف احنا بنتعرض لحملات ضغط كبيرة جدا بسبب بعض الناس اللي هي بتنسب لها ان هي تقوم بأعمال فنية، وفي الآخر برضو يعني هو التشويه بينال الجميع للأسف. لكن احنا عندنا ناس مثالين محترمين، ياريت الدولة تهتم بيهم ويكون في ناس ولجان متخصصة، ويكون اللجوء للفنانين الأكاديميين هو العامل الرئيسي في تنفيذ الأعمال الميدانية اللي موجودة في مصر. بالنسبة تفضل يا فندم. بالنسبة حضرتك لتمثال دكتور اللاعب صالح سليم ورئيس النادي الأهلي سابقا ومن المؤسسين المحترمين ليه واللي عملوا تاريخ، طبعا دكتور عصام درويش يعني تناول التمثال بشكل فيه حضور مجتمعي. صحيح. ويعني ركز على شخصية الدكتور الكابتن صالح سليم اللي هي ليها حضور مع الناس، ما ركزت على شخصية اللاعب اللي هو لابس زي لاعب كرة قدم، لا، هو تناول الشخصية من خلال إنسان بمعنى كلمة إنسان له حضور وله شخصيته القوية من خلال اللبس بتاعه والشياكة بتاعته. صحيح. التفاصيل اللي هي كانت بتميزه يمكن يعني بشكل كبير. طبعا طبعا طبعا. وطبعا مش هنتكلم عن ازاي هو نفذ التمثال او اهم السمات الفنيه اللي بتبقى موجوده في اي عمل فني، هو غني عن الحاجات ده هي لان هو متمكن فيها، ولكن ده اللي بينقصنا حاليا في ان اي حد يتناول اي عمل فني يكون له وجود في الشارع. انا بتفق مع حضرتك لحد كبير دكتور محسن، ويمكن ده كان بدايه سؤالي عن ابرز ملامح هذا العمل او هذا الفن اللي احنا دايما بنقول ان هو فن مفروض بيعبر عننا، يعني بيعكس. احنا لما بنيجي نعمل تمثال المفروض انه بيعكس او بيربطنا بهذا العمل، يعني لو العمل سيء خلاص يبقى فعلا الموضوع كله سيء والانعكاس سيء، فده مهم جدا، فلازم يكون في سمات معينه يتم التركيز عليها من البدايه. طبعا طبعا طبعا. تمام. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك ملابسات صناعتك لتمثال محمد صلاح، وانت عارف طبعا هو كمان ايقونه في كره القدم وهو كمان ليه يعني مريدين وعشاء بالملايين. والله انا بالنسبه لي يعني تنفيذ التمثال محمد صلاح هو كان بيحمل شقين. الشق الاول هو حب للشخصيه نفسها، وانا كمصري كنت فخور بيه وانا بقوم بتنفيذه. الشق الثاني هو شق كان بالنسبه لتخصصي كان نحت ميداني، وكان تمثال داخل هو وتمثال الدكتور مجدي يعقوب في الترقيه الخاصه بيا كاستاذ مساعد، وتناولت الشخصيتين وعملتهم تقريبا في وقت متعاقب ورا بعض الاثنين. كنت بدات بالدكتور مجدي يعقوب وبعدين ختمت محمد صلاح. طبعا انا تناول الشخصيه محمد صلاح أيقونة مصرية زي ما قلت لحضرتك،
انا حاولت ادخل في عمق الشخصيه نفسها. انا محمد صلاح كل الناس يعني مميز بالابتسامه بتاعته. يمكن الدكتور عصام درويش وافقني في هذا الراي، ان الشخصيه طالما دخلت في الناحيه التعبيريه بتاعتها كل ملامحها بتتغير، وده اللي ممكن الناس ما تشوفهاش كتير. يعني انا بدخل في حته معينه، ان انا بجيب سمات للشخصيه، وفي وضع معين في الابتسامه كل ملامح الوجه بتتغير، وده في منتهى الصعوبه. ويمكن الدكتور عصام يقول لكم على الكلام ده، انك انت بتدخل في تعبير في كل عضلات الوجه والفك والكلام ده، هو صعب جدا انك انت تجيبه. فطبعا انا بالنسبه لي تناولت الشخصيه واخدت ايقونه الميه الفرعونيه امتداد لابن مصر، واستغلتها في تكوين الشعر نفسه بتاع محمد صلاح بتاع الراس. خرجت من الزي بتاع محمد صلاح كلاعب، ولبسته الطرابات بالقميص بتاعه، ودي كانت مناسبه لما خد احسن لاعب في افريقيا، ودي من الحاجات اللي انا ركزت عليها بالنسبه لتمثال محمد صلاح. طبعا هو 4 أضعاف الحجم الطبيعي. التمثال لو هيتحط على تمثال كامل ممكن يوصل لارتفاعه ويتعدى 10 أمتار. ضخم جدا. على كل حال بنشكرك جدا دكتور محسن سليم، وبالتوفيق ان شاء الله، وهرجع لحضرتك بقى.